هي حواء قصوري صاحبة الخمس سنوات، ابنة منطقة حلاسة ببلدية أهل القصر، كلها معاناة وألم منذ أن رأت نور الدنيا، لكن رغم ظروف عائلتها المزرية إلى أنها وبمساعدة المحسنين طافت بها جميع مستشفيات الوطن، لكن دون نتيجة ودون تشخيص لمرضها. شو لا لاحظ السكر طولي هنا لا كريز لا تكريزي، شك خمسة دقائق إلا قد كريزي الماكلة نس الماكلة حاجة يخففن. يعني الطفلة هذه يشوفوا فينا يستكلف به، يعني غيبعتوه للخارج لومة لومة تمشي تنوض تمشي، يعني ما حوسناش باش تتكلم. تأخر في النمو ومرض السكري أنهك جسم حواء وكاهل والدها الذي حار بين البحث عن عمل لجلب لقمة العيش أو علاجها، وحتى العائلة تعاني وتبكي حالة ابنتها في كل وقت وحين. لن المؤمنين يعاونني إن شاء الله، بالك إذا فغل المؤمنين كثر إن شاء الله، بالك يدغلين المؤمنين، بالك اللي كنت منا بالك تروح على خارجة تداوي، بالك تروح على تونس تداوي إن شاء الله، بالك ذلين المؤمنين ترسبور ولاش تعوجي يسانا كيسي تقجارين. وتبقى حواء تنتظر كرم وسخاء أهل البر والخيرين لمساعدتها في أن تعالج خارج الوطن، فهل من سميع يحقق حلم عائلة قصوري بأن يروا ابنتهم تلعب وتلهو مع قرينتها؟